نذكره لنؤدب أنفسنا. يؤتى ببعض الناس يوم القيامة وفي صحائفهم أعمال، فتثني الملائكة عليه، فيقول رب العزة وهو أعلم من ملائكته، بل ليس علم الله علم الملائكة بشيء أمام علم الله. فالملائكة كتبت على ظنها أن هذا أراد به وجه الله، فيقول الله هذا أردت به كذا، وهذا أردت به كذا، وهذا أردت به كذا. من الذي تتعجب؟ تتعجب الملائكة، تقول له بعدا لك، ألغير الله كنت تعمل؟ بعدا لك، ألغير الله كنت تعمل؟ هذا نقول نؤدب أنفسنا وننصح إخواننا حتى ترزق أو نرزق ما أمكن شيئا من الإخلاص، أن نعرف عظمة الله وضعف خلقه. فإذا عرفت ضعف الخلق لم تقبل أن تصنع شيئا من أجله، وإذا عرفت عظمة الله استحييت أن تعمل عملا لغير وجه، استحييت أن تعمل عملا لغير وجه. كل من على الخلق، من على الأرض، ملوكها وعمتها، يأكلون ويشربون كما نأكل ونشرب، يموتون أو سيموتون كما نموت أو سنموت، خلقوا من تراب وخلقنا من تراب، نقبر ويقبرون، نحشر ويحشرون. فأي عبد هذا الذي من أجله أنت تعمل، فضلا عن الأصنام والأوثان مما يصنعه الكفار؟ إذا تبين هذا ما يقبل العاقل أن يصنع لهم شيئا، ولا بد للعمل من شيء يراد به. فلم يبق إلا من إلا وجه الله. والله جل وعلا يقول: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فالإنسان إذا أسلم وجهه لله وأحسن العمل كان على دين قيم. ألا وإن لو سألنا أي أحد من المؤمنين من هو ذو الوجه الأكرم لأجاب الله. والله يقول هنا: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. فلتكن رغبتك ما في طيات قلبك حالا ومقالا أن تقول: اللهم يا كريم الوجه أسلم وجهي لك، اللهم يا كريم الوجه أسلم وجهي لك.